خاصة خصك تشوف القانون ديال التغطية الاجتماعية، راه واضح تما كيتكلم على أنه من الأمور اللي غادي يتمول بها. رجع للقانون ديال التغطية الاجتماعية غتلقى فيه بأنه من الأمور اللي غيتمول بها الصندوق، هذا راه القانون اللي تصادق عليه في 21 في البرلمان الحكومة السابقة كتجيب بأنه من المصادر اللي غادي يتم بها التمويل الحماية الاجتماعية هو بعض الأمور اللي كانت في المقاصة. لكن أكد لك مرة أخرى، ما غاديش نقيسوا المقاصة وما غنقيسوش الغاز وما غنقيسوش هذا التدخل اللي كنقوموا به الآن، لأننا عارفين بأن المواطنين محتاجينه، غادي نحافظوا عليه باش نبقاو ندعموا هذه المواد الأساسية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.